والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدة مريم رجوي دولة الرئيس أحمد الغزالي، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أشكر لكم دعوتكم لي مرة أخرى للمشاركة في اجتماعكم السنوي، هذا المنتدى الذي يلتقي فيه أبناء إيران الذين تركوا إيران من ظلم حكم ولاية الفقيه، مع ممثلين من كثير من دول العالم التي عانت من إرهاب هذه الحكومة التي هي أكبر راع للإرهاب. إن هذا اللقاء هو لتذكير العالم بجرائم هذا النظام ضد مواطنيه وضد جيرانه وتهديده للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. أيها الأخوات والإخوة، ذكرت لكم في لقائي بكم في العام الماضي أن ما يجمعنا بكم ليس فقط الجغرافيا، وإنما تجمعنا بكم أواصر العلاقات الإنسانية.